دي مراج دي نفسي باش دي ماري هالمعارضة هذه، موقف نجيب الشابي، موقف حمل همامي، موقف المص مرزوقي، الأحزاب الرافضة كافية جدا هذه على الأقل باش تنطلق المعارضة هذه بموقع. نعم معناتها إيه يعني إحنا شو ما يعني ما عندناش معارضة باش نجيبوها من مارس وإلا من زحل، هذه هي المعارضة اللي عندنا. والمعارضة اللي عندنا اليوم يعني من مختلف مواقعها تقريبا كل الخارطة متى السياسية، أنت شفت قبل بنهار إلى آخر كيساعة وهذا نحييه، يعني أنها تبقى النهضة إلى ساعات قبل انطلاق عملية الاقتراع أو خلالها باش تخرج معناتها كموقف. نفس الشيء تقريبا بالنسبة للشباب ما خرجتش موقف النهضة، ما خرجتش موقف خلاص، النهضة ما خرجتش موقف، يعني موقف نهائي في اتجاه يعني المقاطعة، كان الناس كلها مشات في اتجاه فما شبه إجماع وطني على المقاطعة، اللي دعاوا لمساندة يعني الزمان كانت مجموعة من الفاعليات المستقلة المناضلة اللي موجودة، فاللي كان مقاطع ولا مشارك، فاللي كان مشارك ولا متى كمقاطعة، أما القوى الأساسية اللي عندها متى وزن حقيقي في الساحة كانت مجمعة إجماع كامل على المسخرة وما فيها، على رفض المسخرة وما فيها، فما حد شيء جديد، وقد نجحت بهذا الشكل أو ذاك في هذا. بعض أصوات داخل المشاركة تقول وأنه كنا نجم نعمل أحسن إذا كان توافقنا على المشاركة وكنا ندفعوه نعم. إلى تزوير حقيقي للصندوق وهكاك يعني معناتها ننزع عنه كوبلت مو يعني معناتها كشرعيته ومشرعيته، ولكن بون يعني معناتها المزاج العام اللي كان موجود وأنه لا ثقة في هذا الانقلاب ولا ثقة في السعير منذ أن انقلب على معناتها دستور 14، ثم وخاصة منذ أن كتب دستور لمعناتها لوحده وفرض الاستفتاء وعمل معناتها ما نعم. يسموه بالمسار التصحيحي. فيعني فما شبه إجماع من المجتمع الإعلامي، من المجتمع السياسي، من المجتمع المدني، نتحدث عن المجتمع المدني في تونس، نتحدث عن زوز منظمات أساسية. ثم زوز الكز كبار في المجتمع المدني، في زوز الكز ضم أينما كانوا يكونوا ميزان القوى السياسية، نعم مركزتان فاعلتان، الرابطة في المجال الحقوقي والاتحاد في على الأرضية الاجتماعية. الاتحاد وين اليوم؟ وربيطة حقوق الإنسان وين اليوم؟ اللي كانوا معاه، هذه ناس كانت معاه، اليوم يعني معناتها انطلقوا، معناتها انتقلوا للضفة المقابلة وحسموا فيه حسم نهائي لا يصلح ولا يصلح. وإذا يعني أنا أقول وأنه بالعكس يعني الآن يعني أمامنا فرصة حقيقية في أن معناتها نحرك هالمفاعيل الجديدة التي دفعت بها العملية الانتخابية في اتجاه القفز النوعي بنظامنا الديمقراطي الوطني السلمي من أجل إسقاط هذه المهزلة التي ندفع ثمنها من كل موقعنا، من المواطن الزوالي معناتها البسيط إلى المعارض إلى النخب، كلنا كل البلاد تدفع بالحاضر والتقسيط ثمن هذا العبث الممنهج وهذا الجنون الذي يقود البلاد والذي لا يليق ابدا بالذكاء معناتها التونسي ولا يليق ابدا بتحضر معناتها التونسي وبثورتنا اللي كانت يعني بالفعل يعني ذات معناتها قيمه وذات يعني حجم معناتها كوني معناتها غبطتنا عليها شعوب جميل. ونحن في محاولة الإجابة إلى حد السيد سعيد سيبدي من المرونة التي يتأملها البروفيسور أبو يعرب أنه يقول سينحو نحو الانفتاح، أو بلاغ جديد لجمعية ضحايا التعذيب في جنيف، تونس المرسوم الرئاسي عدد 54 يواصل جز المخالفين في الرأي شكاية جزائية ضد المحامي وأستاذ القانون الدستوري عبد الوهاب معطر على خلفية مشاركة كنا ذكرناها يوم الجمعة فرض، على خلفية مشاركة لهنا في حصاد 24 أستاذ متقاعد بروفيسور في القانون الدستوري
زميلي سعيد من زمان ابو دكتور عبا معطر يحال الهيئة الانتخابية تعمل به شكاية لرئيس في محكمة الاستئناف طبعا الوكيل العام محكمة الاستئناف وذكر البلاغ طبيعة الحال بالأشخاص ولا شخصيات اللي الآن مسجونة على خلفية 54 أو على الأقل عنوان سجنها لأنه كثيرين باسم 54 أما على الأقل اللي مفضوحين الفلاجرون اللي هما سونيا الدهماني الإعلامية والمعلقة السياسية والمحامية ثم العديدين الاثنين المذكورين برهان بسيس وكذلك الزميل الصحافي الآخر كلهم هذوما كثيرين بهذا بالإضافة إلى عشرات ونذكر أنه سعيد نفسه عمل عفو على قرابة 230 وهم المشمولين قرابة 1700 واش من الشباب المدونين. إذن مرة أخرى كل الدعم والتضامن مع الأستاذ عبد الوهاب معطر أستاذ القانون الدستوري اللي شكات به الهيئة الانتخابية على خلفية تصريح إعلامي هو أكاديمي علق حسب يعني صرح برأيه يعتبر ثلبا ومسا من شرعيتها ومصداقيتها هذا يعاوننا حتى نختم أستاذ بسرعة في دقيقة